انا اسمي عاطف ابو علي، مركز اتاه بارود البحيره. عرفت الباشمهندس رامي حداد عن طريق الفيسبوك، كنت متابع جيد له بخصوص الصيانه والدورات معايا على طول اول باول. بدايه انا كنت بعمل يعني بعمل صيانه عندي في المكتبه، وبعمل برضو غسيل وحاجات من دي، فانا كنت عايز بس ازداد خبره. استقبلني الباشمهندس عماد الحداد واستلمت الشغل هنا في الصيانه، عمليه الغسيل. طبعا انا كنت بغسل قبل كده، بس كان في بعض الفنيات كانت ناقصاني. فانا لما جيت وشفت الغسيل هنا بوصوله واول باول وكده بالترتيب، لا كان اختلف معايا جامد جدا، وفي اخطاء كنت بعملها فتدركتها ان شاء الله يعني في الشغل هنا. التقييم بتاعي بالنسبه للمدربين مهندس عماد شرح مبسط جدا وفهم الحاجات بحاجه بسيطه جدا. بالنسبه للمكنه انا عملها لنا شرح بتاعه على 3 4 مراحل وفهمتها جدا، بالنسبه للمواتير والى اخره والاعطال ازاي نقدر نوصل لكل عطل واحده واحده بكل هدوء. فكينا المكنه قطعه قطعه وركبناها، وبرضه بخصوص التروس والمواتير والانكودر والحساسات فهمناها فهم متدرج ببساطة جدا. انا بنصح اي متدرب محتاج ازداد خبرة وياخد شغل ويشتغل كويس يجي على الباشمهندس رامي الحداد، من اول الغسيل لحد الصيانة لحد على اعطال الاكواد وكل ده لا حاجة تانية خالص. انا جيت وكنت متوتر في الاول، ان انا اول ما استلمت الشغل هنا جيت لقيتهم في الغسيل، فدخلت في الغسيل اكتشفت حاجات كتيرة جدا اخطاء من عندي انا كفعل كعاطف. بدأت اتدركها واغسل مرة واتنين معاهم لحد ما نعرف المستوى ايه بالظبط، والحمد لله وصلت لمستوى حاجة تانية خالص هتفيدني في الشغل الجديد ان شاء الله عندي في المكتبة بإذن الله. بنصح المتدرب الجديد اول ما يوصل ما يستعجلش في الفهم، واحدة واحدة الباشمهندس عماد هيبسطه الامور، واي حاجة يسأل عليها مرة واتنين، ولو فكيت حاجة فكها مرة واتنين وتلاتة لحد ايدك ما تاخد عليها حاسة ايدك نفسها. فبنصح اي متدرب يجي يبقى هادي وما يستعجلش، يفصل موبايله نهائي، يفصل عن العالم، يفصل كل حاجة، يبقى هنا في الأكاديمية متخصص صيانة.